مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم، حلقه جديده وبرحله جديده. المره هاي احنا وين عمران؟ صحي معي عمران المره، زعلت علي وجبته معي. المره هاي انا راح اكون معاكم، ليش بس حسن؟ طيب احنا في غور الصافي في الاردن، منطقه قريبه من البحر الميت. طبعا هلا عم نعمل هايك ومسار، طبعا المسار راح يكون مسار مائي زي ما انتم شايفين. الوادي اسمه وادي ويدعة، ان شاء الله اكون اني لفظت اسمه صح. بس هلا تقريبا قبل 10 دقائق بلشنا المسار، والرحله يعني لحد هلا بتجنن، خرافيه. طبعا احلى شيء فيها انه احنا عم نمشي في المي، فالموضوع خرافي. خلاص فكونا من الحكي وخلينا نشوف شو راح نعمل اليوم. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو لما النسيم. كيف حالك حبيبي؟ هلا حبيبي، اهلا. ترى مالك؟ بكر المومني. حياك الله سيدي. حسن، عمران، بدايك. اهلا وسهلا. يا هلا وصلنا لمدخل الوادي، ايش اسم الوادي ذكرني؟ ويدع. ويدع، تمام. ويدع. هلا بدنا نبلش المسار ال 10 كيلومتر، طبعا رح يكون المسار مائي، ويعني من المدخل باين انه الموضوع راح يكون حلو كثير. شوب نار يا جماعة. لساتنا لسا مبلشين معلم. إذا البداية هيك معلم. تتم 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 تتم. وينك بقى؟ بلش يصير مغامر الوضع يا معلم. طبعا انا هلا الوحيد اللي لسه ما بلش، عم بقاوم لحد الان. ف هلا حاليا شكله ما فيش مهرب، يعني رح تبل حالك يا رح تبل حالك يعني هلا ولا بعدين؟ رح نبل. يا تحاولش يعني اخي يجيك لهونك فدبر حالك. سيبني هلا عم بحكي لك. بس من هون احسن من هون. من هون احسن اكيد من هون. تعال حذيفه. هاي هاي. يلا يلا. يلا يلا. موفين اواي تو ذا سي فور جيت اواي كار توب داون اند وي درايفنج جست تو فيل يونغ. موفين اواي تو ذا سي. موفين اواي كيدز.
can't you see? Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away to the sea. Moving away to the sea. بس اشوف لما راح تصلي قديش كنا سير 10 بس يعني على اساس انك يعني عادي يعني تمشي اكثر من 10 وما هاي يعني حبيبي المره الماضيه وبدونك مشي 16 طب هالمره معي خلينا نشوف ال10 هذول كيف راح تصمد فيهم اذا ما صرت لك يا اخي كيلو شي. معك عن 10 كيلو معي عن 10 صراحه ولا شو بدك احسن من هيك انا اللي معك بالرحله ايش بنشرت امراض موجود بس معها ما في واحد بيضل يعدل فينا اوكي وبيجي بالاخر بقول لك بدك اندي فلتر طب ما هو ما خلتنيش انا افتح الشنتاي واطول العدسه واركب واعمل حالتي حال واو هذا وادي الوداع معروف اهل الكرك يعني يسموه وادي الشمايلي كمان وادي الشمايلي الشمايلي احد شعر الكرك المعروف تمام وهم يسموه وادي سلام طبعا المنبع من الكرك مخصص للحباشي الشمايلي خلي خلي تمام تمام بجمعوه يعني ميته نظيفه بجمعوه هنا وبدهم تأكد؟ يلا يلا ورا يلا ادخل ورا يا رب نعيما مين؟ أخوك مين أخوي؟ ضفدع ضفدع آخر الزمن ضفادع اشبع فيه تغدى عليه صحتين رغم انه السياحه يلا يلا ماشي يعني الناس يلي بتيجي تطش وتتصور هون هاي الزباله لويش لويش
مبينه هيك بينه. لويش 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 الزباله لويش يا بشر لويش. شفتوه مش نصيحه خلوه يعصب، هذا لما يعصب بيصير زي شو جو المتوحش. الله يعطيهم العافيه شباب. يا هلا يا هلا يا هلا بالضيف. بدنا واحد مساعد هون. يعني في عندي سؤال مش عارف ايه جوابه. بهذا الوادي، وادي عادي يعني فيه مي وفيه خضار والامور طبيعيه، لكن انا منتبه لشغله تفصيل هلا بدلكم عليها بوريكم اياها، انه الشجر اسود. شوف هذا العشب بخوف لانه بلم حياه، العلاج المهم بالنسبه لهم يحرق المنطقه فضيها. هاي العلاج ما بيستفيدوا منه هذا اصلا. لا بس في مصدر ثاني، يعني مصدر شغل مطعم حماده بيحكي انه بيحرقوه مشان يجيبوا ذهب. صار وقت الاكل، روح ناكل. صار وقت ايش بدك؟ اخلص يلا. See for a getaway, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away. Hey, Slaggy. تابع حصتي. تعال يا حبيبي. سيب. إيدك. بسم الله. انظروا إنه المفترس. خلق ليفترس. خلق ليفترس، فهو الآن يلتقم قضمة من فريسته. ما زال في المرصاد يتذوق حصريا حيوانات مفترسة على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. بعد الأكل شو بدها؟ خلصنا من وادي ويدعة، هلا رايحين اتجاه البحر الميت لنحضر الغروب. نحضر الغروب ونروح على منطقة اسمها الملاحات. شو راح نشوف فيها؟ خلينا نشوف مع بعض. صراحة أول مرة بزورها يعني الملاحات، فتعرفها المفروض إنه عمران بيعرفها، بس أنا أشوف إنه عمران بيعرفها. لا يعني هو بيعرفش. خليك على شكك لعبين ما نروح، أوكي؟ في بلوزة هسه؟ بدي فيها بس نوصل على الباص. طيب. خليك تنصدم. بلوزة امبارح اشتريتها. أنت يعني هيك يعني عم بتجاكر فيها مثلاً؟ آه. والله وإذا سرقتها؟ وإذا سرقتها أنت شو بتلبسها قلابية حبيبي. مش مشكلة عادي. آه يا أمي. يا البلوزة والله خطية البلوزة، خلاص بدي اياها حسان. حسان ما بدي اياها. زي ما انتم شايفين هيك وصلنا احنا عند الشط. طبعا احنا ما رحنا على الملاحات، الملاحات اتوقع انه ممنوع ندخل عليها لانه هي منطقة بيجمعوا فيها الملح، بنشفوا المي منها او بيجمعوا فيها مية البحر الميت.
بينشفوها وبيخلوا الملح وبيستخرجوا من المي الملح. فهي المنطقة هذا عبارة عن شط، هاي المنطقة كلها كانت مغمورة بمياه المحل الميت، هلا حاليا نشفت، فكل اللي ضل الملح. فنحن عم نمشي زي كأنه عم نمشي على أزاز، يعني الملح متحجر بطريقة زي السيراميك، لما نيجي نطلع هذا كله ملح. طبعا المنطقة خطرة جدا، يعني اللي بده يدخل بده يكون حذر هو عم يمشي، لأنه مثل كأنك ماشي على فخاخ سكاكين كلها شفرات ملحية، فالموضوع شوي بده حذر. وهيك وصلنا لكون البحر. هاي اقرب منطقة من الملاحات. ليش مسميه بهذا الاسم؟ لانه فيها هون قريبة من هاي المنطقة او مناطق اشبه بهاي التضاريس بصنعوا الملح، تمام؟ والملح فيه بيكون زي هيك شكله مع الوقت زي الحبوب. كمان واحدة كبيرة بياخدوه بيحطوه بالشاور البانيو، البانيو بيعملوا منه البانيو، صح؟ بيحطوه جوا البانيو. ايش بيعمل بس؟ نفس فكرة البحر الميت. اوكي، يعني انت بتنقل البحر الميت عندك على الدار. شو رايك ترفع الكاميرا بس على وجهي عشان الناس تشوفني وانا عم بحكي؟ يعني انت بدك بحر الميت، انت في دياري ترى. ها تيجي بتاخذ مجموعة من هاي البلورات الملحية، بتحطها بالشاور، بتعمل شاور او بتعمل بحر ميت جوا دارك. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحر. شايف السماء شو بعيده،